عليكم. انت يا عربي والمتوسط، نص التقويمي بغداد للتمرينات. اولا، من بنى بغداد وماذا سميت؟ بناها ابو جعفر المنصور وسميت دار السلام. الكلمة انحدار، سقط اي سقوط في من مكان مرتفع، هاي عندنا المعاني. يسامر، الحديث معناته الحديث الذي يجري ليلا. مناقب معناته مآثر، أي ذكر ما يتحلى الإنسان من صفات حميدة. لاحة، ظهر للعيان. السؤال الثالث، اقترن ذكر بغداد بنهر دجلة ولماذا؟ لأن نهر دجلة يقسم بغداد إلى قسمين، هي الرصافة والكرخ. ورد في كلام الخليفة أبي جعفر المنصور مبتدأ وخبر، عينهما وبين نوع الخبر. عندنا ورد في الكلام المبتدأ هو الحمد، الخبر لله، نوع شبه جملة. شنو شبه جملة؟ اللي ورا المبتدأ يجي جار ومجرور. شنو جار ومجرور؟ يعني في، من، على، إلى، هذا يسموهن شبه جملة. فراغات، فراغات حضر الإسلام، يريدون مبتدا اسم علم، هي بغداد. بغداد اسم علم، اسم علم دولة أو محافظة. زين، ضاء ذات القدر الشريف، يريدون مبتدا ضمير، هي ضمير. زين، جيم مثوى الخلفاء، يريدون خبر شبه جملة من جار مجرور. من المسلمين، من هي شبه الجملة، قلت لكم أنا شبه الجملة يعني من إلى على ال، هذني يسموهن حروف الجر اللي هي شبه جملة. النقطة دال، مقر العلماء فراغ، يردوها خبر جملة فعلية، ينور الحاضرين. فعلية، شنو فعلية؟ بادي بحرف الإي يعني مضارع، فأي شيء مضارع أو أمر أو ماضي يعتبر فعل. احنا عندنا اعرابات. بغداد، بغداد هي مبتدا لان هي اسم علم، اذا هي مبتدا مرفوع بالضمه الظاهره بغداد. ام اللي ورا بغداد يجي ورا المبتدا يجي خبر. ام هي خبر مرفوع بالضمه وهو مضاف، الدنيا مضاف اليه. زين، بغداد مبتدأ مرفوع بالضمة الظاهرة على آخره. حاضرتها، خلينا نقسمها، حاضرة هي خبر للمبتدأ بالضمة، مرفوع بالضمة دائما الخبر، وهو مضاف. والها، شنو والها اللي مال حاضرته؟ هي ضمير متصل، متصلة في محل جر بالإضافة. وشكرا.